السلام عليكم طلاب، نبلش معاكم باللكتشر الرابع والأخير من أدرينرجيك سيستم، واللي راح يكون بعنوان الأدرينرجيك أنتاغونيست. فأي شخص فاهم الألف شغل الألف ون الألف تو والبيتا ون والبيتا تو راح يكون سهل كلش عليه فهم هذا السيستم، وأي شخص ما فاهم فالأفضل أنه يرجع يقرأ الليكتشر 2 يفتهم الفانكشنينج مع الألفا والألفا 2 والمهم الأدرينيرجيك ريسبتر أو الأدرينيرجيك ريسبترز. من يفهم ففهم هالموضوع هو يعني مجرد محصلة الفهم شغلهم. فأنتاغونيست يعني تثبيط، راح نحكي على الأدرينيرجيك ريسبتر أنتاغونيست مثبطات مستقبلات الأدرينرجين. فمستقبلات الأدرينرجين إذا يعملون عمل معين هذول راح يثبطونه، يعملون كأنتاغونيست، تمام؟ راح تلاحظون إنه يعني بالمحاضرة أغلب الكلام إنه مجرد therapeutic uses استخداماته adverse effects، مجرد إنه كنزت therapeutic uses. بس نحن راح نجي عليها نحاول نفتهم ليش هاي therapeutic uses، نطيق نحاول نستنتج therapeutic uses ونستنتج الادفيرس افكتس اللي ممكن تسببها الادرينرجيك بلوكينج ايجنتس، تمام؟ فحتى لان الموضوع عباره عن نقاط 1 2 3 4 كلاسيفيكيشن 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 وهاي يعني يصعب عليكم حفظها، فراح راح نفتهمها حتى لجنا نكون فاهمينها نطيق نستنتجها. فقبل كل شيء الأدرينرجيك أنتاغونيست كان بي ديفايدد انتو تو تايبس ديبيندينج اون تايب اوف ذا ريسبتور ذات ار بلوكت. عندنا نوعين من الريسبتورات الفا وبيتا. فالأدرينرجيك أنتاغونيست اما راح يكون الفا أدرينرجيك أنتاغونيست او يكونون بيتا أدرينرجيك أنتاغونيست. فالالفا حيلقوا الالفا ريسبتورز والبيتا حيلقوا لي البيتا ريسبتورز بكل بساطه. فهذا جدول تلاحظون الفا بلوكرز والبيتا بلوكرز، يعني الفا انتاغونيست والبيتا انتاغونيست. عندنا هوني دراجز افكتنج نيورو ترانسميتر ابتيك اور ريليس، انه ذول كذلك يعملون تثبيط للنيورو ترانسميتر سواء نورابينفرين بينفرين اي اغونيست، يعملون تثبيط بس اندايركتلي. ويمكن نمر عليكم بالليكتشر 1 الجوانيثيدين والريسيربين. الجوانيثيدين يعني مراجعة سريعة هكذا، انه هو الفيزل اللي يتجمع بيها خلينا نقول المونو امينز النورابينفرين الدوبامين غيرهم يجي يدخل داخل هذول الفيزلز. من يدخل داخل الفيزلز يمنع انه يصير اكسوسايتوسيس للفيزل واطلاق النور ترانسميترز، وبهالطريقة راح يمنع لي من انه يصير اكسوسايتوسيس واطلاق النورابينفرين. هاي واحدة. ومن جهة اخرى انه الفيزول اللي هو استقب يعني كمية محددة، يعني عنده كمية استيعاب معينة من خلينا نقول المواد بشكل عام. فهذا من عيد يدخل الفيزول عياخذ عيهجز مكانات ما النورابينفرين وغيره هذول عايزيهم برا. من عايزيهم برا يعرضهم للإنزيمات مونو أمين أكسيديز وغيره من الإنزيمات مونو أمين أكسيديز بشكل أساسي يؤدي إلى تدميرهم. فهذا الميكانيزم اكسين اوف كواثندين يعني ما حتكلم عنه. فبس سريع الريسبرين الريسيربين الريسيربين شغله كالاتي، نحن عندنا نورابينفرين لازم يدخل الفيزل. الريسيربين يمنع دخول نورابينفرين للفيزل. اشون عندنا شانل اسمه مغنيزيوم اي تي بي ديبندنت شانل، انه قناة ما يدخل مغنيزيوم مساعدة الـ ATP ودخل معاها الـ نورابينفرين أو إبنفرين أو مهما كانت المادة اللي يدخل داخل الفيزل. فيجي هذا الريسيربين يعمل منع الدخول نقول نورابينفرين أو إبنفرين من السيتوبلازم إلى داخل الفيزل. فايش يكون معرض من هو بالسيتوبلازم؟ يكون معرض للإنزيمات اللي تكسر مونو أمين أوكسيديز وهكذا. فالشكل يعني سريعة. هسه نبدأ المحاضرة الكلام، هسه نجيب الحكي. الفا أدرينرجيك أنتاغونيست اللي هتشتغل لي على الفا، ممكن نقسمها حسب انه ريفرسبل او ريفرسبل. انتو تذكرون الجماعة الانترو تذكرون الريفرسبل انه هذولي ممكن انه اذا زيد الأغونيست
هذول يعوفون للريسبتر. اما الريفرسيبل هذول يلطشون بالريسبتر مستحيل يعوفونه الى ان الريسبتر يروح، الى ان الريسبتر ينتهي. فيكون فاشقل ما زيد الاجونست ما راح يعوفون ريسبتر الريفرسيبل، تمام؟ ما ممكن عكسه. وهاي كلمنا عنه بالانترو مع الفارما، فالانترو مهمة. فممكن نقسم الى ريفرسيبل والريفرسيبل. الريفرسيبل مثل الفينتولامين، التلازولين، البرازوسين، هذول ريفرسيبل. الريفرسيبل الفينوكسي بنزامين، تمام؟ ذولي الفينوكسي بنزامين الريفرسيبل. ايش معناته؟ معنات هذا يمسك الريسبتر ما يعوفه، ما يعوف الى ان الريسبتر هو تنتهي فعاليته ويدمر نفسه، فالريسبتر مثلا يبقى يوم كامل. فنشوف انه الريفرسيبل الفعاليه والاكتيفيتي مالته تكون اطول، وهالشيء بعض الاحيان بحاله الانتاغونيست يكون سلبي. هذا الشيء من انا على عمل شيء يسمونه بلوكج الريسبتر بشكل انه يعني مثلا عملت بلوك الريسبتر وتندمت واستغيد اضيف اغونيست حتى الغي هذا البلوكج. من هنا عندي الريفرسيبل انتاغونيست فما حطيق امنعه. فهاي الشغله ايجابيه وسلب، ممكن تكون سلبيه بنفس الوقت. فهذا الريفرسيبل. والريفرسيبل الفينتولامين، التولازولين، البارازوسين. هاي كريفرسيبل والريفرسيبل. هسه نجي على السلكتيفيتي. عندنا سلكتيف للالفا 1 ريسبتر، وعندنا نون سلكتيف اللي يشتغل على الالفا 1 والالفا 2، تمام؟ وتذكرون ما راح ارجع عيد شنو شغل الالفا 1 والالفا 2. هاي المفروض انه اي من ليكتشر 2 ترسخت المعلومات ببالكم. فخلي نخليها قاعده، اي شيء ينتهي بزوسين هذا يعتبر سلكتيف الفا 1 ريسبتر بلوكر. كان ذكر الكلام في عينه البارازوسين، تيرازوسين، دوكسازوسين، بس ما الوحيدين. يعني تلاحظون هوني الفازوسين، دوكسازوسين، بارازوسين، تامسولوسين، تيرازوسين، هذول كلهم يكونون الفا 1 ريسبتر سلكتيف بلوكرز، سلكتيف الفا 1 اي شيء ينتهي بالزوسين. اما النون سلكتيف الفا 1 والفا 2 فهذول البقيه اللي ما ينتهوا بالزوسين، واللي يضمن يشملوا الفينتولامين والتولازولين واللي قلنا عليهم ريفرسيبل، والريفرسيبل فينوكسي بنزامين. هذول يكونون نون سلكتيف، يشتغل الفا 1 والفا 2. فاس الثيرابيوتيك يوز اوف الفا بلوكر. هسه خلينا نجي يعني نحكي على الالفا، يعني ايش نتوقع انه الالفا يعني راح تعمل لنا. الالفا نحن مثل ما نعرف انه الالفا مثلا تعمل لي فازو كونستريكشن، فجماعه الهايبرتنشن من تحت على الفازو كونستريكشن وعلى عمل تثبيت الفازو كونستريكشن راح يصير مثل ما اكو ريلاكسيشن للبلد فيزلز. فاول شيء اسينشال هايبرتنشن، جماعه الهايبرتنشن، تمام؟ ريفرسال اوف توكسيسيتي فروم الفا 1 اغونست، انه من اعطيت مثلا الفا 1 اغونست بكميه كبيره اغيت مثلا اوكي تندمت على شيء صار عندي توكسيسيتي، فايش اقوم اعطي؟ اقوم انطي الفا 1 انتاغونست حتى اقلل التوكسيسيتي اللي صار بسبب انه انا اعطيته كميه كبيره من الفا 1 اغونست. واخذناها كقاعده اي دراج ان هاي دوز يعني كونفرس انتو اتوكسين، اي دواء ينعطي بهاي دوز يصير توكسين. فهاي انه ريفرسال توكسيسيتي فروم الفا 1 اغونست. بنيجن بروستاتيك هايبربليزيا، انه تضخم البروستات الحميد، البروستات عليش من يتضخم عليش يضغط لنا، يضغط لنا على خلينا نقول على اليورينري تراكت، فايشني يعمل صعوبه باليورين اكسريشن، تمام؟ الالفا 1 وين يلقيها؟ يلقيها بالبروستات. ونعرف الالفا 1 بالبروستات قلنا ايش تعمل لي وتكلمنا عنها بالليكتشر 2، انه بالبروستات حتى انه يسموها امنع اليورينيشن بحاله الفايت اور فلايت بالسيمباثيتيك، انه البروستات يصير بين كونتراكشن، ونفس الوقت اليورينري سفنكتر هم يصير بيها كونتراكشن، يسموها البيس اوف ذا بلادر هم يصير بيها كونتراكشن، كل حتى امنع
انه خروج الادرار، يعني بحال فايت اور فلايت. ف كونتراكشن البينيجن للبروستا هو اصلا البروستات مضخم، وفوقاته انه يعني بيصير بينه نوع من الكونتراكشن. فانا ايش انطي؟ الفا 1 انتاغونيست. الفا 1 انتاغونيست ايش راح يعمل له؟ ريلاكسيشن، او بالاحرى انه يوقف الكونتراكشن مالته. نوقف الكونتراكشن مالته انه يساعد المرضى البروستات يعانون من مشاكل بالبول والادرار، فانه من يقلل البروستاتيك من يعمل ريلاكسيشن اللي هو راح يسهل عليهم اخراج الادرار. الفيوكروموسايتوما، الفيوكروموسايتوما هذا تضخم بند بال ند ضمن الشي يسموها الادرينال ميدولا، ضمن الادرينال ميدولا يصير عندنا ند مضخم. هذا الند المضخم ايش يقوم يعمل لنا؟ يقوم ينتجنا كميات كبيره من نوربينفرين والابينفرين، تمام؟ وهاي الكميه الكبيره من الفرين والابينفرين ايش تعمل؟ راح تحفز الالفا 1 والالفا 2 وتحفز الريسبترات كلها. فانا حتى اقلل الايفكت مع الفيوكروموسايتوما هذا التضخم بالادرينال ميدولا وإنتاج كميات كبيرة من الإبنفرين والإبنفرين، أقوم أنطي بلوكر حتى أقلل إفكت مالته. واضحة؟ واضحة. الريانويد ديزيز، الريانويد ديزيز هو مرض مثل اللي يسموها هاي مال بالشتي، مثلا بالشتي أنه تلاحظون أنه نهاية الأطرافكم أنه مثل ما تزغق، يصير بيها فازو كونستريكشن. الريانويد ديزيز يشبه الشيء، يسموها يعني بالفروست بايت، يسموها الفروست بايت، من هاي بالشتي نهايات اطرافكم انه مثل ما تزرق ومنه سيبيا فازو كونستريكشن. فالريانويد ديزيز هون عقود نحكي على ديزيز، هاي حاله طبيعيه بالفروست بايت. اما الريانويد ديزيز فهو حاله مرضيه انه يصير نهايات الاطراف خلينا نقول ازرقاق، تزرق. سبب ايش؟ لان احنا نعرف بنهايه الاطراف وتحت الجلد وهاي المكانات اللي قلنا نم فيتال اللي يكون الطاغي بيها ايش هو؟ يكون الطاغي بيها الالفا 1 ريسبتر. فانا من اعمل انهبيشن للالفا 1 ريسبتر بالمحصله شو راح يصير عندي؟ يصير نوع من ريلاكسيشن. فهذا الديزيز اللي يعمل كونتراكشن للخلينا نقول بيرافيرال فيزلز ان خلينا نقول نهايات الليمبس بنهايات الاطراف، هذا ما راح يثبط الالفا 1 ريسبتر، راح يعمل لهم نوع من ريلاكسيشن. فعلى شكل انه ما نعالج الديزيز وانما نعالج السيمتومز مع الديزيز، وهذا بحد ذاته احيانا يكون كافي. ادفيرس ايفكت اوف الفا ادرينرجيك بلوكينج ايجنت، زين الادفيرس ايفكت مالته ايش ممكن تكون؟ نحن نعرف انه orthostatic hypotension، orthostatic hypotension hypotension اللي يصير عندك من خلينا نقول من تقف، تمام؟ هو نحن اي دواء عموما اي دواء ينزل لي الهايبرتنشن او ينزل لي البلد بريشر، انت من تقف الorthostatic hypotension تحس بدوخه، تحس انه مثل ما انه تفرج بك، بعدين ترجع الجسم بينه خلينا نقول يسمونه بارو ريسبتر ريفلكس، يرجع لك البلد بريشر للشيل خلينا نقول طبيعي. فمن تقف البلد انت مثلا مستلقي، من تقوم تقف الجرافيتي على بلد فيزلز مع البرين بشكل مفاجئ انه يزيد، وانت ايش نعمل؟ انت مثلا تعطي الفا بلوكر، هذا يعمل ريلاكسيشن، يعني ينزل لك البلد بريشر. فايش يصير عندك؟ انه يصير عندك مثلا انه البلد اللي عايصل للبرين والابر بارت اوف ذا بودي لا سيما للبرين انه يقل، فانت تحس بدوخه. فهذا سبب الاورثوستاتيك هايبوتنشن. فكادفيرس ايفكت بسبب انه انت عم تعمل الفا 1، يعني نحكي على الفا 1 بلوكر، وانت ممكن انه يصير عندك هاي الحالة بسبب انه انت قللت البلد بريشر. الريفلكس تاكيكارديا، اشني الريفلكس تاكيكارديا؟
انت الجسم عندك مثل ان يتذكرون بالمرحله الثانيه الذكر الثاني عندنا بارو ريسبتر ريفلكس. بارو ريسبتر ريفلكس كان هذا يتحكم بضغط الدم، انه مثلا انا عاد يصير عندي ايش يسموها هايبوتنشن، ينخفض ضغط دمي، فانا ينخفض ضغط دمي اريد ارفعه، فحتى ارفعه اقوم ازيد التكيكارديا، اقوم ازيد عدد زيد الهارت ريت، فمن زيد الهارت ريت وزيد التكيكارديا في مثل ما ادابتيشن حتى احافظ على البلود بريشر. فهذا الاورثوستاتيك هايبوتنشن حكينا عنه. الريفلكس تكيكارديا يكون بسبب خلينا نقول انه ممكن هاي ايش ادفيرس افكت، يعني انه حالات ممكن انه تصير بسبب انه الهايبوتنشن قله الضغط اللي قوم الجسم يعمل تكيكاريا حتى يرفع الضغط كريفلكس. نازل كونجيشن، نحن نعرف الالفا 1 ريسبترز بشكل عام او الالفا 1 اغونست الفينيلفرين قلنا وغيرها تستعمل كقطرات انفيه حتى تعمل لي نازل ديكونجيشن، تمنعي الاحتقان. فانا من قاعد اعمل بلوكر لها تمام، وعاد اعمل ريلاكسيشن، البلود فيزلز بالنازل كافيتي خلينا نقول راح تتوسع، فيصير عندي احتقان. هو الاحتقان اصلا بسبب توسع الاوعيه الدمويه بالنازل كافيتي. انهيبيشن اوف ايجاكوليشن، نحن نعرف انه المخل بشكل عام انه البروستات وغيره انه يساهمون بهم الفا 1 ريسبتر الساهم بالايجاكوليشن، فانا قاعد اعمل بلوكينج للالفا 1 ريسبتر، هذا بالتالي اي يعمل لي يعني انهيبيشن للايجاكوليشن كذلك. انا قاعد اعمل ريلاكسيشن لكل الدول اللي اشتغل عليهم الالفا 1، فمو حاسه ما راح يصير عندي انهيبيشن بالايجاكوليشن. هسه هاي الالفا واضحه واضحه انه كاش يسموها يعني انه الالفا 1 والالفا 2 يعني اكثر كلام اللي تكلمت عنه الالفا 1 تمام. الالفا 2 وادويه الالفا 2 حقيقه يعني نوعا ما استخدامه صار كلش قليل. يعني الالفا 2 ايش يعمل لي؟ يعمل لي انهيبيشن اوف نورابينفرين سيكريشن انهيبيتري، فانا من عدا اعمل انهيبيشن للانهيبيتري ايش يصير عندي؟ ستيميوليتري. فانا مثلا هاي ادويه شو يسموها الفينتولامين والترازولين والفينوكسيبنزامين اللي قلنا عليهم نون سيلكتيف الالفا 1 والالفا 2، لكن الالفا 1 عملت ريلاكسيشن، الالفا 2 راح يزيد لي الالفا 2 من اعمل له انتاغونيزم واغلقه ايش راح يعمل؟ البيتا راح يزيد افراز ادرينالين وادرينالين، فقوم البيتا البيتا 1 بشكل اساسي وبشكل اهم راح تتفعل، يصير عندي تكيكارديا او يصير عندي يعني خلينا نقول بوزيتيف انوتروبيك وكرونوتروبيك افكت بمصطلحها الطبيه صح، يزيد الكونتراكتيليتي ويزيد ال شو يسموها والهارت ريت. انا عزيل الكونتراكتيف عزيل هارت ليش على اعمل على زيد الدياستوليك بريشر. السيستوليك بريشر ايش كنا عملتو؟ انا عملت ريلاكسيشن بالبلود فيزلز، فالبلود فيزل راح ترجع لي دم راح اعمل بها ريلاكسيشن، والبلود فيزل اللي حضخ لي دم عن طريق الهارت حيصيغ بها كونتراكشن قوي، فالدياستوليك بريشر راح يرتفع، السيستوليك بريشر نوعا ما راح ينخفض. فأدوية الألفا والألفا 2 اثنين نادرا ما تلقوهم ونادرا ما يوصفون لأن بهم سايد إفكت مزعجة. وكذلك فأغلب الأدوية هاي البارازوسين تيرازوسين دوكسازوسين أي شيء بالزوسين هذا أغلب شيء يستعملون يقومون يستعملون البينيجن بروستاتيك هايبربليجيا الفارو فيوكراما سايتوما ريونيد ديزيز ريفيرس أوف توكسيسيتي فروم ألفا 1 أغونيست essential hypertension okay ممكن يستعمل كهايبرتنشن اكو ادويه كثير ادويه ممكن تعمل لي vasodilation بس يعني
الألفون أغونيست أكثر، السلكتيف ألفون أنتاغونيست يكون استعماله أكثر من النون سلكتيف. البيتا أدرينرجيك أنتاغونيست الكلاسيفيكيشن، هسه جينا على البيتا، خلاص الألفا جينا على البيتا. البيتا عندنا بيور أنتاغونيست، البيور أنتاغونيست إنه أنتاغونيست بشكل كامل، أنتاغونيست يعني بس أنتاغونيست يقف يجي على الريسبتر يعمل إنهيبيشن بكل بساطة. مثل الأتينولول ميتابرولول، هي هاي البيتا بلوكر، بيتا أدرينرجيك أنتاغونيست، هي هاي البيتا بلوكر اللي خبصناها كم بيها بيتا بلوكر وبيتا بلوكر، هي هاي البيتا بلوكر. هاي أتينولول ميتابرولول بروبرانولول نادولول، ذولي بيور أنتاغونيست، أنتاغونيست فولي أنتاغونيست. زين تيجي هوني بارشل أغونيست، تتذكرون همينة بالإنترو، نرجع شوية الإنترو، البارشل أغونيست قنيم عبارة عن مثل بارشل أغونيست وبارشل أنتاغونيست، إنه مثل إنه هي يعملون شغل الأغونيست بس ما ماكسيمال إفيشينسي، ما بين ماكسيمال إفيشينسي، فإنه يجي يزاحم الفول أغونيست على ريسبتراته ويقوم يشتغل بشكل أقل، فهو نوعا ما بارشل أغونيست بارشل أنتاغونيست، هو يشتغل كأغونيست بس ما مثل الأغونيست الفول أغونيست، هاي وضحناها بالإنترو. مثل البينبيوتولول البيندولول الأسيبيوتولول، هاي كأنتاغونيزم بيور وهذا بارشل. ميمبرين ستيبلايزنج إفكت، هاي خلينا نعرف النهاية. البيتا وان سيلكتيفيتي، عندنا سيلكتيفيتي يعني حس شلون كان عندنا هنا سيلكتيفيتي الفا 1 والفا 2، هون ما عندنا سيلكتيفيتي بيتا 1 وبيتا 1 وبيتا 2. فالبيتا وان سيلكتيف ايش يكونون؟ اسيبيوتولول اتينولول ميتوبرولول. زين هسه شلون بكسر شلون نحفظ هذولي؟ النون سيلكتيف هي اخر اثنين من هذولي، البروبرانولول والنودولول، بروبرانولول اللي هو عندي بروبرانولول ونادولول نون سيلكتيف، هذولي من ناحيه البيور انتاغونيست. زين بارشل اغونيست بينبيوتولول وبيندولول، بينبيوتولول وبيندولول، وتلاحظون اسماء نوعا ما بها تشابه. ويجيك التيمولول اللي ما ذكرناه فوق، واللي هذا يجي كقطرات عينيه، اكثر شيء يجي كقطرات للعين، وبعدين نحكي عن فائدته بالجلاوكوما وارتفاع ضغط العين. فانه بروبرانولول ونادولول ونجي هوني البيندولول والبينبيوتولول ومعانه التيمولول، هذا اضافه، ذوي نون سيلكتيف. البقيه كلهم يكونون بيتا 1 سيلكتيف، اتينولول ميتوبرولول اسيبيوتولول، ذول يكونون سيلكتيف. ميمبرين ستيبلايزنج ايفكت، انه عندنا ميمبرين ستيبلايزنج ايفكت، نحن قبل كل شيء خلنا في البيتا ادرينرجيك ايش يعملوا لي؟ يقللوا لي الكونتراكتيليتي، فيقللوا لي الهارت نيد الاكسجين والبلد، ويقللوا لي الهارت ريت. يعني إيشني الأغونيست يزيد الهارت بيجي الكونتراكت اللي في الأنتاغونيست راح يقلله، تمام؟ هذا اللي راح يعملونه. فأنا بعد أقل الهارت ريت واي مثل ما عاد يشتغل على الرثم مع الهارت، من عاد يشتغل على الرثم غاد لي شيء يضبط لي الرثم. فمن برين ستيبلايزنج إيفكت أكو شيء إنه مصطلح من برين ستيبلايزنج إيفكت بيحكي معنا أدوية إنه صوديوم بلوكرز، صوديوم شانل بلوكرز، ذولي ميمبرين انه ميمبرين تنتقل بينه كسيجنالز. فبعض الادويه مثل اسيبيوتولول وميتوبرولول وبروبرانولول لاحظوا انه عندهم ايفكت على ستيبلايزنج الاكشن بوتنشال على الميمبرين سيرفيس، فانه يشتغلون نوعا ما كانتي اريثميا، يمنعون حدوث الاريثميا، مثل الاسيبيوتولول والميتوبرولول والبروبرانولول، تمام؟ هاي الميمبرين ستيبلايزنج إفكت. هسه نجي على الثيرابيوتيك يوز اوف بيتا بلوكر، ايش قلنا؟ البيتا بلوكر راح تقلل الهارت ريت والكونتراكتيليتي، تمام؟ قللت الهارت ريت، قللت الكونتراكتيليتي، قللت حاجه العضله للاكسجين وللدم. فالانجينا بيكتوريس الذبحه القلبيه، ليش يصير؟ انه زاد هارت ريت زاد كونتراكتيليتي، ما حيصل
كمية كافية من الأكسجين حتى يغطي لي هذا العمل مال كاردياك مصل. فأنا من هنا على الأقل أسيطر على الهارت ريت والكونتراكتيليتي على الأقل حاجة الأكسجين. فالأنجينا بيكتوريس وحدي من الاستعمالات الذبحة الصدرية استعمالات البيتا بلوكر. هايبرتنشن هايبرتنشن بقى شو هايبرتنشن؟ أنا بعد أقل الكونتراكتيليتي بعد أقل الهارت ريت هاي إذا نحكي عنها كبيتا 1 تمام. وبنفس الوقت خلوا بالكم البيتا 1 ايش يعمل لي؟ يعمل لي رنين ريليس يزيد لي الانكريس ريليس اوف رنين. والرنين ايش يعمل؟ يعمل لي فازو كونستريكشن فهذا كله يرفع لي ضغط الدم. فمن عمل لي بلوكر لذولي اقلل ضغط الدم حلو؟ اوكي تمام حلو. ف ايش يسموها بس اكو مشكله يعني خلينا نطلق له ما في ماكو ضايه طلقنا عليها البيتا 2. البيتا 2 ايش نعمل؟ يعمل فازو ديليشن. وايش قلنا هسه مثلا عندنا خلينا نحكي على واحد بيتا 1 وبيتا 2 يعني مثلا البروبانولول اشتغل لي نون سيلكتيف بيتا 1 وبيتا 2. هسه بيتا 1 عرفناها تكيكا يصير قل هارت ريت يقل الكاردي كونتراكتيليتي تقل رنين ريليس يقل فيصير عندي قلت يعني يصير عندي مثلا هايبوتنشن يقل الضغط. زين البي 2 اللي هي تعمل اصلا فازليشن همين تروح تسد لي هي ما تعمل لي مشاكل يسد لي راح تعمل لي راح يصير مثل فازو كونستريكشن. هو بالحقيقه اولا ما حيصير فازو كونستريكشن وانما راح يقل ايش يسموها يعني انه هي فازليشن ايفكت هنا حنا بسعمته انهيبيشن فراجعت الاوعيه الدمويه للقطره الطبيعي تمام. فبالبدايه اعطاء هاي الادويه هذا ادويه البيتا بلوكر تنعطي بشكل تدريجي انه انا من قطعت البيتا 2 اغونست هاي الجسم متعود على كميه معينه من البيتا 2 اغونست فيصير عندي فازو كونستريكشن. فالاطباء ينطوها تدريجيا ويسحبوها تدريجيا ينطوها تدريجيا حتى ما تسبب لي مثلا فازو كونستريكشن بالمثلا بالمناطق اللي بتطغى بيها البيتا 2 مثلا الفيرال اورجانز وهكذا. غير انه البيتا 2 هو انه نعرف انه البيتا 2 مسؤول عن زياده الجلوكوز فحيصير عندي هايبوغلايسيميا حلو اركي كثير امور بس خلوها ببالكم بعدين احنا نجيها بشكل ادق. هاي البيتا 2 فمن انا اعمل فاز دايليشن الجسم يصير بنوع الاكوموديشن اوكي انا ثبطت الفاز دايليشن من خلال تثبيط البيتا 2 صار عندي مثل ما نسدد صار شوية فازو كونستريكشن. يعني ايش فازو كونستريكشن؟ مع الوقت الجسم يقوم يعمل اكوموديشن يقوم يتحوّد انه على هذا الفازو كونستريكشن يقوم يتوسع الاوعية الدموية لحالها. هاي اولا. ثانيا اذا انا انطينه انه الدياستوليك بريشر مع الكونتراكت البريشر راح يزيد تمام. وال يسموها العفو راح يقل يعني راح يصير عندي خلي اشرب قهوي لأنت اخته الصبح قاعد انه انا اقلل الضغط عن طريق تقليل الكونتراكتيليتي وتقليل الهارت ريت ومن يصير عندي هاي فادش يقلل لي خلينا نقول الدياستوليك بريشر تجي السيستوليك بريشر فاز ديليشن صار عندي فاز كونستريكشن شويه راح يرتفع لي السيستوليك بريشر. مع الوقت الجسم يقوم يعمل اكوموديشن ويتعود بحيث انه يرتب اموره انه يستقر تمام. ونحن نعرف انه البيتا بلوكر هاي اذا حكينا عنه بوقتها انه كانت تلعب على قنوات الكالسيوم والبوتاسيوم وتعمل تكيكارديا من خلال انه تقلل الثريشولد وهكذا وسولفنا عنه فراح يصير العكس فراح يصير عندي ممكن يصير عندي براديكارديا. المهم تستعمل الكاردياك ديس اريثميا كارديك ديس اريثميا ولهذا قلنا ميمبرين ستابلايزنج ايفكت عند ميمبرين ستابلايزنج ايفكت حاول انه تشتغل على الرثم
من خلال تحكم بقنوات الصوديوم. تمام، هذا الميزة الممبرين ستابلايزنج افكت. غير هاي انه هي اصلا تشتغل على قنوات البوتاسيوم والكالسيوم، فراح تتحكم لي بالهارت ريت. اذا عندي انا مثلا تيكي كارديا او هارت ريت سريع، انطي هذا راح يقلل لي الهارت ريت. من يقل الهارت ريت، الهارت شويه يقوم يبدي ينظم اموره، بس من الهارت ريت السريع راح ينتهي الهارت انه يقوم يريد يضخ دم اسرع على مود يجيب له دم اسرع الكورونري ارتري على مود يغذي العضله. اوكي، المايوكاردر الانفراكشن. المايوكاردر الانفراكشن كذلك مثل انجينا بكتورس، انه كميه غير كافيه من الاكسجين تصل للعضله، فالعضله يصير بيها مثل نيكروسيس وتموت اجزاء من العضله ما كلتها. فبالمايوكاردر الانفراكشن كذلك انه على قيد اقلل كونتراكتيليتي، انه شخص مر بالمايوكاردر انفراكشن انا غير اقلل كونتراكتيليتي وغير اقلل هارت ريت حتى يقل احتياج العضله للاكسجين وللبلد. تمام، فتستعمل مايوكاردر الانفراكشن. هايبر ثايرويديزم. الهايبر ثايرويديزم بها ميزه يعني معينه، انه زي السيمباثيتك نيرف سيستم، ولهذا جماعة الهايبر ثايرويديزم صعب عليهم ينامون، نشاط اوفر، ارتفاع بالثايرويد هرمون هاي ينتج يحفز لي السيمباثيتك سيستم اكثر. فجماعة الهايبر ثايرويديزم يصير عندهم تيكي كارديا وزياده بالكونتراكتيليتي مع الهارت وهايبر تنشن وهالامور كلها بسبب فعاليه الثايرويد وتاثيره على السيمباثيتك سيستم. فجماعة الهايبر ثايرويديزم انطيهم هو حتى اقلل الهارت ريت وهاي وسيطر لهم علينا. اوكي، انا ما حعالج الثايرويد من اساسه، صح، حعالج السيمتومز. زين المايجرين، ايجاب المايجرين يا بكر الشقيقه، عالجه بالهذول الادويه؟ اوكي، ما كلتهم. المايجرين يعني بالسي ان اس، يعني لازم يعبر البلد برين بارير، والبلد برين بارير حتى يعبره لازم يكون هاي ليبيد سوليبل، وما كل ذوي هاي ليبيد سوليبل. بس مثلا البروبرانولول هو اشهر دواء بعلاج المايجرين، يعني يكون هاي ليبيد سوليبل. حكم كونه هاي ليبيد سوليبل يعبر البلد برين بارير والشقيقه، ومن يعبر البلد برين بارير هم كذلك عندنا بيتا ريسبترز، عندنا بيتا ريسبترز بالبرين، عندنا بيتا ريسبترز بالبرين. فهذول البيتا ريسبترز اللي بالبرين يروح يشتغل لي انه يطفي لي، خلينا نقول ايش حكينا على البيتا 2. تمام، فهذول بين فازوديليشن. الفازوديليشن هو سبب المايجرين. المايجرين سببه او احد اسبابه يكون واكيه المايجرين، انه يصير عندي فازوديليشن. الفازوديليشن هذا يوسع لي الاوعيه الدمويه، هذا توسيع الأوعية الدموية يسبب لي إلى ضغط على الأعصاب الدموية ويسبب لي هاي الألم هاي الشقيقة، هذا سبب الفازوديليشن. فأنا أروح أنطي بروبرانولول هاي ليبيد سوليبل يعبر البلد برين بارير، يشتغل أنتاغونيست للبيتا تو ريسبتر هناك، يعمل لي مثل يقلل الفازوديليشن فتخف الشقيقة. أو أكو شقيقة من أنواع إنقاذ العلاجات أخرى، مثلاً أكو علاجات هي مخصصة للشقيقة، بس شافوا إنه أكو فد سايد إفكت حلو للبروبرانولول تحديداً إنه يعالج الشقيقة بهالطريقة. أكو أدوية تعالج الشقيقة، يعني أحيانا الشقيقة تكون بسبب زيادة السيروتونين، فمثلاً السوماتريبتان وغيره، بعدين نجي عليهم ذا بسينيس ما غير نتطرق لهم وندخل بيهم. نفس الشيء الفيوكروموسايتوما، واللي قلنا إنه هي أدرينال ميدولا تقوم تنتج كميات كبيرة من ال خلينا نقول تنتج كميات كبيرة من النورادرينالين والأدرينالين، فهذا النورادرينالين والأدرينالين يروح على السيركوليشن راح يؤدي لي إلى سيمباثيتك إفكت ممكن غير مرغوب بينه. فأنا أنطي بيتا بلوكر حتى أقل هذا السيمباثيتك إفكت بهاي الحالة المرضية. الجلاكوما وارتفاع ضغط العين. زين هسه الجلاكوما شلون؟ الجلاكوما هي شنية؟ أكويس هيومر يتجمع بالأبر بال anterior part of the eye، بالجزء الأمامي من العين. من يجمع أنا يا أعمل له out flow. تمام، وهذا كان حكينا عنه بالكولينرجيك سيستم، أو أنه أقلل الإنتاج مالته. زين الإنتاج مالته شلون أقلله؟
الانتاج مالته ينتجوا السيلياري بادي بالاي. السيلياري بادي بالاي شنو؟ السيلياري بادي بالاي بينه همين كذلك ريسبتر البيتا شي سمون ريسبتر البيتا بيتا 2 او بيتا 1 ما متاكد بس اعتقد على حد علمي شي يسموها البيتا 2 صح البيتا 2. فهذا البيتا 2 من اعمل له بلوكج انهيبيشن راح يقل انتاج الاكويس هيومر فيقل ضغط العين. ولهذا نشوف انه قطرات العين تيجي مثلا تيمولول اللي حيقل انتاج الاكويس هيومر ودواء ثاني يزيد لي الاكسريشن مال الاكويس هيومر والاوت فلو مال الاكويس هيومر مثل دورزالامايد ما دورزالامايد والى اخره. فالعلاج للجلوكوما ادفيرس افكت اوف بيتا بلوكرز ممكن تعمل لي برونكو كونستريكشن. يعني شنو؟ انا على البيتا 2 اجي يعمل لي برونكو دايليشن فانا على طفينه يصير برونكو كونستريكشن من هذا البيتا بلوكر سواء بيتا 1 او بيتا 2 نحذر منه من جماعه الازمه. يعني حتى السلكتيفيتي اوكي يقل لك سلكتيف اوكي بيو سلكتيفيتي عاليه البيتا 1 بس هذا ما يمنع اذا عطى بدوس عالي يشتغل على البيتا 2 همينه. فالسلكتيفيتي كذلك مثلا نسبيه ماكو شيء اسمه دواء 100% سلكتيف. فجماعه برونكوستريكشن نحذر. جماعه الهارت بلوك عندهم هارت بلوك هي ما صعدهم هارت بلوك اقوم انا انطيهم شيء يقلل من كونتراكتيلتي والهارت ريت مع القلب ف اوكي غلط يعني واضح يعني بديهيا شيء غلط. ديكريز بريفيرال بلود فلو كوزينج العفو هارت بلوك امبور انه ممكن انه يصير هارت بلوك ما انه عنده انه ممكن يصير هارت بلوك ثواني انه شخص انه يعاني من خلينا نقول اتيروسكلروسيس او ثرومبوز او غيرها او غيرها او غيرها انا اقوم انطيه دوس عالي من البيتا بلوكر. هذا البيتا بلوكر راح يلعب على قنوات الكالسيوم والبوتاسيوم المهم يقلل الكونتراكتيليتي مال الهارت يقلل الهارت ريت يقلل غيرها وغيرها وغيرها ممكن يصير اكو هارت بلوك انه عضلة القلب انه تقفل يصير فيها خلل تقفل سواء انه لان قلت الكونتراكتيليتي هاي قلت الكونتراكتيليتي اللي يفرضوا عليها البيتا بلوكر يعني شغله اضره لان هي تحتاج كونتراكتيليتي اكثر على مود مثلا تدفع خلينا نقول خثره بالدم او اثيروسكلروسيس او غيرها او غيرها او غيرها بالنهايه يصير عندي هارت بلوك. هذا ادفيرس افكت ديكريز بيريفيرال بلود فلو كولدينج كولد اكستريميتيز. انه ايش قلنا؟ قلنا البيتا 2 تمام والبيتا 2 ايش يعمل لي؟ يعمل لي فاز دوريشن فممكن هذا يصير فاز كونستريكشن وهذا قلل هارت ريت وعلى قلل الكونتراكتيليتي. فالاطراف اللي هي نهايه البلد فيزلز واللي يكون اصلا البلد بريشر مالتهم يقل ويمكن تكلمنا عنه بالهيمودايناميكس بالباثولوجي انه يوصل الى حد ال 35 عفوا. فانه انا على قلل البلد بريشر ممكن هاي بلد فلو بالاكستيرميتيز راح يقل حلو بسبب انه على الاقل الكونتراكتيليتي مال الهارت فالبلد فلو لذول النهايات الاطراف راح تقل ويصير عندي كولد اكستيرميتيز بسبب انه ما يصل بلد كافي. ديكريز ذا بلد فلو تو ذا ليفر اند كيدني راح يقلل البلد فلو تو ذا ليفر اند كيدني. حنعرف البيتا 2 ريسبترز وين تكون اكثر شيء بالاورجانز اللي بحاله الفايت اور فلايت يكونون فيتال مثل الكيدني مثلا الليفر السكيليتال ماسلز غيره وغيره غيره. فانا من عاد اعمل بلوكينج للبيتا 2 ممكن انه عاد اعمل ديكريز بلد فلو تو ذا ليفر اند كيدني. فهاي كلته هاي بيتا 2 بسبب اغلاقي البيتا 2 تمام. واللي معي اللي ما اتصل المعلومه فبسبب انه تذكروا الوظائف الالفا 1 والالفا 2 والبيتا 1 والبيتا 2 يعني بس انه لازم يراجع اذا يخلي المزمه قدامه ويشوف وظائفهم ويرجع يقارنها بالبلوكينج راح جدا تكون واضحه. زين يعمل لي increase lipid concentration يزيد لي تركيز الدهون
يعني السدركيز دون هو بيتا بلوكر، ينظم لي ضربات القلب، يقلل الكونتراكتيليتي. هسه الليبيد شنو؟ البيتا 2 ما قلنا ايش يعمل؟ البيتا 2 قلنا يعمل ليبولايسيس، صح لو لا؟ هاي ليبولايسيس شنو؟ العفو، بيتا 1 يعمل ليبولايسيس، هاي ليبولايسيس شنو؟ انه يكسر لي ترايجلسرايد واللو دنسيتي ليبوبروتينز، اللو ال دي ال لو دنسيتي ليبوبروتينز، واللي خلينا نقول كوليسترول ضار او ليبوبروتينز ضاره، والترايجلسرايد يكسرهم يحولهم الى فاتي اسيدز، وهاي الفاتي اسيدز انه تكون يعني انه يستهلك الجسم. فانا من على ثبط البيتا 1 على ثبط الليبولايسيس على ثبط تكسير الدهون عن طريق وقت قلنا انزيم اللايبيز على ثبط هاي العمليه، فهاي الدهون حتتراكم فممكن انه يزيد لي الليبيد كونستريشن. عندي مشكله انه ماسك هايبوغلايسيميك سيمتومز. ايش لي ماسك هايبوغلايسيميك سيمتومز؟ ايش لي هايبوغلايسيميك سيمتومز؟ انه الاعراض اللي تصير عند مرض انخفاض السكر، انه شخص من يخفض عنده السكر يصير عنده فد اعراض معروفه قبل التحقق، هذا شخص عنده انخفاض السكر يقوم كونتراكتيليتي يزيد، الهارت ريت يزيد، يصير عنده مثل ما رجفه باطرافه. فالبيتا بلوكر انه هي اصلا الكونتراكتيليتي حتقلله والهارت ريت حتقلله، فشخص مثلا قال عنده الهايبوغلايسيميا الجسم يحاول ينبهك بهاي السيمتومز، يجي البيتا بلوكر يعمل له ماسكينج يقنعه يغطيها يخبيها. ف جماعة الهايبوغلايسيميا لازم نكون حذرين من نعطيهم بيتا بلوكر، انه ممكن يصير عنده هايبوغلايسيميا، مثلا شخص عطيته اوبر انسولين، هاي الاوبر انسولين كانت اوفر، صار عنده هايبوغلايسيميا ما بينت علينا، ما نشوف الا قبل وقع، لا كونتاكتليتي لا ما في قبل وقع بلا اي سايد افكت بلا اي مقدمات، وهاي رجفة الاطراف لان شو يسموها البيتا بلوكر كذلك راح تشتغل على الاكستريميتيز تقلل لي يسموها الفازو مثل ما تقلل الفازو ديليشن لهم، فانه رشفه الاطراف هم راح تقل. وهكذا غير انه نحن نخلي ببالنا انه من نحن نعمل بلوكينج البيتا والبيتا 2 اصلا ايش حيصير؟ البيتا 2 اصلا ايش كان بيها شغل حيل مهم؟ انه زيد لانتاج الجلوكوز، انه تعمل لي ليفر جلايكوجينولايسيس، تعمل لي ريليس اوف كلوكاجون واللي زيد الكلوكوز. انا من اعمل انهيبيشن الى فشي، فانا على اقلل الكلوكوز، والشخص هو اصلا عنده هايبوغلايسيميا وممكن شخص هو ياخذ انسولين وانا مطفي له البيتا 2 ومطفي له افراز الكلوكوز وهذا اخذ انسولين وهاي صاقع عملت ماسكينج للهايبوغلايسيميك سيمتومز، فممكن تاذينه ضرر يعني قوي كلش، ممكن يصير بينه adverse effect على CNS. أكو فد علاقة بين البيتا، خلينا نقول بروبرانولول تحديدا، لاحظوا أكو علاقة بين البروبرانولول والسيروتونين، إنه يثبط السيروتونين ممكن يسبب النوع من الدبريشن والانكسايتي وبعض الحالات، بعض الحالات النادرة، وهاي ما نضح نبتعد عن الطرق لها. يعني CNS يعني عالم وحده، نحن نسكله عن نحكيه بريفيرال، أما السنترال فهذا عالم وحده. فنشوف ان لو تاثيرات على السي ان اس ممكن يسبب اليرجي، سكن راش فيفر اذا كان الشخص عنده اليرجي اتجاه البيتا بلوكر، ممكن يسبب لي امبوتنس سيكشوال ديسفانكشن زي ما ذكرت الامبوتنس حكينا عنه قلنا بالالفا 1 انه اللي انغح البروستات والمسؤوله عن شو يسموها عن الإيجاكوليشن كله راح يصير بيها تثبيط وهاي يصير inhibition of ejaculation. زين السيكشوال ديسفانكشن هون ايش سببه؟ كذلك سببه يعني بدقة ما معروف، يعني لأن البيتا 1 والبيتا 2 كشغل واضح على السيكشوال فانكشن، يعني ما اكو فد شغل واضح على السيكشوال فانكشن، فالسيكشوال ديسفانكشن بسبب البيتا 2 يعني ما واضح سببه حقيقة. بس انه لاحظوا بحالات وبحثت عنها بحالات قيل انه بعض الاخوة بيتا بلوكر صار عندهم سكشوال ديسفانكشن. زين الكونترا انديكيشن،
نحن نعرف انه adverse effect مالته عرض جانبي مالته يعمل بروب كونستركشن، فجماعة الأزمة ابتعد عنه. جماعة الكرونيك اوبستركتيف بلمونري ديزيز السي او بي دي اللي يصير عندهم مثل خلينا نقول اختناق او مرض يسد لهم المجاري التنفسية، هذول كذلك نبتعد عنهم، يعني ما نريد نعمل لهم برونكو كونستركشن بالاكثر ونأذيهم. والأزمة نفس الشيء. البيرافيرال فاسكولار ديزيز اللي يصير عندهم فاسكولار ديزيز بيرافيرال بالاطراف، فأنا ما أروح أعمل أقلل contractility وأقلل الهارت ريت وأقلل الفازو ديليشن مع البيتا 2، وبالمحصلة يقول أصلا عندهم مرض يسبب لهم يعني فازو سبازم، يعني تقلص أو عادة دموية بأطراف دم بأطرافهم، فممكن هذا يسبب لي إلى أنه تزرق أطرافهم ويصير بيها نيكروسز أو يصير بيها لا سامح الله يعني ينقطع عنه الدم، بسبب أنه أنا أصعد أقل الهارت ريت وهاي، وذي أصلا عندهم فازو سبازم ووصول الدم الأطراف يكون أصعب من خلينا نقول أعضاء الفيتال وهكذا. كومبينيشن وذ كالسيوم شانل بلوكر بارتيكولاري فيرابيميل. الكالسيوم شانل بلوكر كارثة إيه، تجمع لك بيتا بلوكر مع كالسيوم شانل بلوكر، لأن البيتا بلوكر إيش حكينا، البيتا يلعب لي على قنوات الكالسيوم، تمام؟ فمثلاً البيتا خلينا نقول ريسبتر، إنه هذا مثلاً عيسمح لي إنه عيدخل لي كالسيوم على مود مثلاً يزيد لي الثريشولد، تمام؟ عيدخله حلو. أنا جيتو أعطيته أنتاغونيست، هذا عمل العكس، ثبط هذا الشغل، ثبط هذا الدخول مع الكالسيوم. هروح أقوم أنا أنطي كالسيوم شانل بلوكر مع هذا الانتاغونيست اللي هو أصلاً مثل ما قلل لي فعل البيتا بلوكر على الكالسيوم شانل والسي اي ام بي وهاي الدورة الطويلة، فأنا عدلصم الكالسيوم شانل، فهذا ممكن إنه يعمل لي هارت ريست، إنه سكتة قلبية على في قنوات الكالسيوم بالقلب. كالسيوم شانل بلوكر اوكي انه يتحكم لي، بيتا بلوكر هم من يتحكم، بس انطيهم اثنيناتهم يعني اذي المريض. بارتيكولي فيرابامين باي بالكارديوفاسكولار راح ناخذ نوع في الكالسيوم شانل بلوكر، الفيرابامين، الاملوديبين، التلتيازين وغيره. الاي دي دي ام بيشنت، الاي دي دي ام بيشنت يقصد بهم اللي عندهم انسولين ديبندنت، اختصار انسولين ديبندنت ديابيتس ميليتس، انه يعتمدون على الانسولين العلاج الديابيتس مالتهم، العلاج مرض السكري مالتهم. فدول انسولين ديبندنت ديابيتس ميليتس الانسولين هنا على نطينه، وانا اعطيهم بيتا بلوكر، البيتا بلوكر هذا يقلل انتاج افراز الجلوكوز وانتاج الجلوكوز والانتاج الجلوكاجون وبس يبقى الانسولين، وعي يعمل لي ماسكينج للهايبوغلايسيميك افكت. فشخص ممكن يعطيني انسولين، الانسولين ايش يعمل؟ ينزل الجلوكوز، ممكن انه يدخل بحاله هايبوغلايسيميا وما لاحظ الاعراض الى ان يتاخر الوقت. ما اعطيني جماعه الهارت فيلير وبراديكارديا، شخص هو يعاني من فشل بالقلب، عضله القلب ما عاد تشتغل بشكل خلينا نقول بشكل افكتيف، انا اقوم اعطيني شيء يقلل له بعد الكونتراكتيليتي بالاكثر، وشيء يقوم يقلل الهارت ريت بالاكثر، هو عنده هارت فيلير وبراديكارديا، انطينه هذول يقلل لي الهارت ريت ويقلل الكونتراكشن، فهاي كذلك انه فد مشكله. بسايكياتريك ديسوردر جماعه الاضطرابات النفسيه، وقلنا هذا السبب تاثيره على السي ان اس، وهو اكله علاقه بالافراز من السيروتونين وغيرها، والسي ان اس قلت لكم موضوع هذا نتطرق له بوقته، بس خلي بالنا هسه مقدما انه البيتا بلوكرز انه لهم تاثير على السي ان اس كمايجرين عرفناها، بس كسي ان اس وسايكياتريك ديسوردرز هاي بحث اخر. هوني questions and answers يعني ما يحتاج انه اشرحها واتكلم عنها، لان حقيقة يعني كنوضح الجواب منطق الجواب
ومنطي ليش اختار هذا الجواب، ويعني قريتها جدا يعني منطيها دايركت. وكذلك اذا اكو احد عنده سؤال عليها يطيق يسأل، بس يعني هو مثل ما انه مراجعة المعلومة، هذا الكويشن انسر هو مراجعة المعلومات الكولينرجيك وبنفس الوقت الادرينرجيك، فميكس بين الكولينرجيك والادرينرجيك وفهم كم للموضوع يعني. وأسئلة كلها بسيطة ويعني وحلولة كذلك موضحة، وهذا كل اللي كان عندنا. وختمنا أعتقد الأدرينرجيك سيستم، هاي آخر محاضرة الأدرينرجيك سيستم. أتمنى تكونوا استفاديتم، وهاي المحاضرات حتفيدكم وما حتروح يعني هباء. ونلقاكم بمحاضرة وسيستم جديد إن شاء الله بخير وسلامة. تحياتي.